بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور الثالثه. النهارده يوم الاثنين، والاثنين دايما عندنا حلقه اوروبيه وتفاصيل مهمه جدا بتخص كل متابعي الكره الاوروبيه. النهارده في حضور احمد عز وعمر عبد الله هيبقى في تالق من نوع خاص علشان نتكلم في كل الامور اللي بتخص الكره الاوروبيه والكره العالميه، ده في الجزء الثاني ان شاء الله. هبتدي سريعا جدا جدا باهم حدث حصل النهارده وهو متعلق بدوري ابطال افريقيا. النهارده في الاجتماع الخاص بلجنه الانديه بالاتحاد الافريقي لكره القدم تم اتخاذ قرار، او تقدر تقول عليه توصيه سيتم البت فيها قريبا جدا، تقدر تعتبره بشكل نهائي، يعني هيبقى قرار نهائي انه ماتشات دوري ابطال افريقيا تبقى ذهابا وايابا. مش حضراتكم كنتم متابعين الموقف كان عامل ازاي؟ كان الاتحاد الافريقي قال لك خلاص يا جماعه احنا علشان فيروس كورونا، وركز بقى في الكلام اللي احنا هنقوله، احنا عشان فيروس كورونا فهنخلي الماتشات كلها تبقى حاجه واحده بس، هنخلي الماتشات كلها تبقى ماتش واحد، مفيش ذهاب وعوده، والسيمي فاينل وعلى طول هتخش على الفاينل، فالاهلي يقابل الوداد والزمالك يقابل الرجاء، واللي يكسب من هنا يقابل اللي كسبان من هنا في النهائي، وشكرا على كده، قلبه وقومه، وتخلص القصه علشان خاطر الوقت المتعلق بدوري ابطال افريقيا عشان فيروس كورونا.